أمين محمد أمين، والد إسلام أمين. في البداية عايز أسأل حضرتك، كيف عرفت بنبأ اعتقال إسلام؟ والله أنا أصلا كنت في اسكندرية، ففي الموضوع ده حصل يوم الخميس بالليل الساعة 8 صباحا، أحد بنات الحزب اتصلت بوالدته وأبلغته إن هو إسلام تم اختطافه في أثناء تأديته خدمة للحزب اللي هو التعريف بالدستور. وفي أثناء التعريف بالدستور كان في تواجد في مسيرة رايحة بيت حمدي بدين، رغم إن الرابعة العدوية تبعد عن بيت حمدي بدين، زائد إن هو موجود صور وموجود لافتات معاهم في التوقيت والوقت اللي هو اتقبض عليهم، كانوا في قدام رابعة العدوية للتعريف بالدستور. ودي مش أول مرة، يعني عملوا برضو التعريف في الدستور في الرحاب، عملوا تعريف في الدستور في المطرية، عارف بيعملوا تعريف في الدستور في كل الأماكن، وأعتقد دي أحد أنشطة الحزب. لو إحنا قلنا إن أي واحد يعمل نشاط للحزب يتقبض عليه، يبقى معنى كده إن الحزب هيبقى كل الشباب اللي فيه أو حاجة زي كده هيسيبوا الحزب، لأن معنى كده إن هم بيخدموا وبيعملوا خدمات عامة للمجتمع، والنتيجة بتاعتهم إن هو بيتأمل القبض عليهم. هم أصولي، يعني لو هم فعلا كانوا عند حمدي بدين يبقى يتحاسبوا، لكن كون إن هم كانوا عند رابعة العدوية وبيعرفوا بالدستور يبقى أصول ما يتحاسبوش. لماذا لا تنتظر التحقيقات لكي يتم معرفة هل هم فعلا براءة أم مجني عليهم؟ والله التحقيقات في الأول قالوا إن هم مش موجودين في الشرطة العسكرية، وبعد كده لما زمايلهم تبعوهم بالعربية عرفوا إن هم كانوا في سين 28، وبعد كده أخدوهم من سين 28 حولوهم على النيابة العسكرية وحبسوهم تقريبا 4 أيام على ذمة القضية من غير ما يتواجد معاهم محاميهم. وعلى حسب ما احنا اتعلمنا وشفنا ان الضبطية القضائية ان هو بيقبضوا عليه وبيحولوه للنيابة النيابة المدنية على اساس ان هو يحاكم قدام النيابة المدنية، لان هو ما عملش حاجة. فكون ان هو يبقى يتاخد على النيابة العسكرية يبقى معنى كده ان انا مش منتظر ان محاكمة او حاجة زي كده، لان المحاكمة اصلا اوريدي رايحة في اتجاه غير الاتجاه الاصلي بتاعها. طب يعني هل التقيتم باحد ممثلي الرئاسة لبث شكواكم ومطالبكم بالافراج عن المعتقلين؟ والله هو حقيقي الدكتور محمد بلغار رئيس الحزب بيحاول يعمل اتصالاته وبيحاول يتعرف على، يعني بيحاول يشوف، بيتصل ببعض الشخصيات المهمة عشان بس توضح الحقيقة. يعني هم الكلام ده مش بيجيب لهم حاجة غير حقهم، لا ده هو عشان يوضح الحقيقة ان الابناء بتوعه كانوا في رايحين يعملوا توعية بالدستور، واثناء التوعية بالدستور زي الاحداث اللي كانت بتحصل ايام سنة 70 والطلبة والحاجات زي كده، بيبقى الواحد ماشي في جنب الحاجة زي كده فبياخدوا عشان يقولوا ان هم اخدوا اعداد معينة هي دي اللي هاجمت على الحاجة زي كده. بس شكرا. تعرف بحضرتك؟ محمد عبد العظيم، عضو الهيئة العليا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. سبب وجود حضرتك هنا والمطالب اللي بتطالب بيها؟ طبعا احنا بنطالب بالافراج عن المعتقلين اللي هم ما لهمش اي ذنب في اي حاجه، يعني الناس كانت عامله سلاسل توعيه بالدستور وفوجئوا ان هم اتمسكوا في حاجات تانية وبيتهموا اتهامات تانية. مش عارف، انا عندي سؤال بسيط، هل احنا النهارده بنطالب بخروج المعتقلين ولا احنا بنزود اعداد المعتقلين اللي في السجون العسكريه؟ يعني اذا كان هناك بعض المعتقلين مدان بالفعل، كيف يمكن ان نطالب بخروجه؟ يعني احنا طبعا ما بنطالبش بخروج اي مدان، لو في اي دليل ادانه على اي حد فيهم احنا مع الحكومه ان هي تاخدهم، ماشي اوكي، لكن لو واحد بريء وما فيش اي دليل ضده ليه احتفظ بيه 4 5 ايام واقعد العب باعصابه شمال ويمين واقعد؟ مش عارف، انا مش قادر افسر اللي احنا فيه دوت بجد. هل في حد بيحاول يكممنا تاني؟ هل في حد تاني مش عايزنا نتكلم؟ هل في حد برضه خايف ان احنا نفهم الناس؟ انا كل الاسئله دي جوايا ومش لاقي لها اجابه ومش لاقي لها مبررات. هل سيكون هناك تصعيد ام هذه وقفه احتجاجيه فقط؟ لا، احنا النهارده دي ده نوع النهارده من انواع التصعيد، يعني احنا بدانا بوقفه من يومين ما فيش اي حاجه جديده، النهارده الوقفه صامته زي ما حضرتك شايف بس بلافتات وشعارات، اكيد بكره المفروض يخلصوا ال4 ايام اللي هم اتمدوا لهم وهنشوف لو في تطورات. مؤكد هيكون في تصعيد، مؤكد هيكون في تصعيد. شكرا جزيلا. اتعرف بحضرتك؟
أنا علي عبد الجواد، عضو مؤسس في حزب الدستور، بس أنا في الأول وفي الآخر مصري، والناس اللي جاية هنا مش كلهم أعضاء في حزب مصر الديمقراطي، احنا كلنا في ناس كتير جاية متضامنة. مين مشارك، مين متضامن مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؟ في قوى سياسية كتير أعلنت تضامنها، وبس المهم في الآخر إن احنا جايين هنا قضيتنا الأساسية، أكتر من 12 ألف مصري اتحكموا عسكريا ظلم، وبدون ما ياخدوا حقهم في إن هم يكون أمام قضيهم الطبيعي المدني. لو كان محاكمة عسكرية يبقى أول نبدأ بمبارك وحرامية اللي نهبوا مصر 30 سنة و60 سنة، واحنا هنا اسلام امين اصلا اللي هم قاضين عليه ما كانش حتى يعني لو هو تحت بيت حمدي ودين ده مش شيء يدين، لكن هو اصلا ما كانش تحت بيت حمدي ودين. وتاني حاجه اصلا اسلام كان هو اللي بيهدينا لما بننزل اي حته. حضرتك كنت مع اسلام ساعه الواقع عشان تعرف ان هو مش ما كانش ساعتها تحت بيت اللواء حمدي ودين؟ لا، احنا على طول بنعمل وقفات في كل حته، وكان اليوم ده احنا كنا مرتبين ان الوقفه تبقى عند ربع، وانا كنت قريب منهم، لكن انا عارف هم واقفين فين وكل اصحابي معاهم، وعارف كمان اللي منظمين المسيره اللي كانت تحت بيت حمدي بدين، بس وما شاركتش فيها، يعني بلاش نعلن ان هم مين يعني. بس فاحنا دلوقتي مش بنطلب ان هم يفرجوا عن اسلام امين، احنا بنأمر ان هم يفرجوا عن اسلام امين، وبطلب الدكتور الرئيس محمد مرسي اللي انتخبه الشعب بدمه وجيب دم الشهداء ان هو يعني يمارس صلاحياته اللي هو قاعد يقول ان هو صلاحياته كامله، وان هو رئيس منتخب، وان هو محدش بيقلل من صلاحياته، يا اما يطلع يصارحنا ويقول لنا هو ليه ما افرجش على الناس دي، يعني يا يفرج عنهم يا يصالحنا، يا صالحنا بالحقيقه. لكن شغل المياعه ده الصراحه يعني في الاخر اللي مبارك حاكمهم هم اللي في الاخر شالوه، فمرسي لازم يعتبر من ده، واحنا بنساند الرئيس محمد مرسي كل حاجه، لكن مش هنفضل صابرين كتير. سجل مع حضرتك بقى في البداية، وبعد كده يعني هاتي لي الناس اللي نسجل معاها. لا بل انا مش مهم، بص ما انا عايز اسجل معاك في البداية. عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب السابق عن المصريين الأحرار أو الكتلة المصرية اللي كان بتضم التجمع المصري الديمقراطي والتجمع والمصريين الأحرار. سبب وجود حضرتك هنا أستاذ عاطف؟ والله هو سبب وجودنا طبعا إن احنا رافضين الاعتقالات لأي حد، لأي مواطن مصري. واحنا في أول يوم كان الحزب المصري الديمقراطي كان عمل وشاح في أول يوم، حطيناه على الزورنا واحنا في قاعة مجلس الشعب يوم 23 يناير، مجلس الثورة زي ما بيقولوا، كان مكتوب عليه لا لمحاكمة المدنيين عسكريا، أو نعني بالأحرى لا للاعتقالات. المفترض يعني الثورة أو ما بعد الثورة ما يبقاش فيه اعتقالات. الشباب طبعا قاموا بثورة رائعة، ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الحرية. كل اللي فيه اعتقالات يعني ما فيش حرية في مصر. هو الرئيس محمد مرسي يعني صرح ان هو هينظر في امر المعتقلين يعني، بس هل يعني اعتقد المسألة ربما تحتاج مزيد من الوقت يعني. بالنسبة للرئيس محمد مرسي طبعا المفترض ان احنا كلنا نكون وراه، وطالما احنا ارتضينا بيه رئيس او طالما الصندوق جاب الرئيس محمد مرسي المفترض ان كلنا نكون وراه في بوتقة واحدة مساعدين ليه، مش واقفين عائق ليه. احنا دلوقتي بنتكلم على الاعتقالات، الاعتقالات ده امر سيء وامر بذيء، والمفترض الرئيس محمد مرسي يتصدى ليه ويتصدى بشده وبسرعه. يعني احنا مش عايزين يبقى فيه مهله للرئيس محمد مرسي ان هو يستنى على الناس اللي بتعتقل. انا واثق 100% ان الاعتقالات من وراء ظهر الرئيس محمد مرسي، مش بامر الرئيس محمد مرسي، لان الرئيس محمد مرسي يعني ذقي الامرين من الاعتقالات ومن السجون واللي بيحصل في السجون. فاحنا دلوقتي بنقول للناس اللي بايديها السلطه انها تعتقل، لا، كف ايديكم عن الشباب الذين يتظاهرون
بطريقه سلميه وبطريقه محترمه، واحنا شبابنا في مصر الديمقراطي او في الكتله المصريه او في الاحزاب اليساريه المعتدله شباب بيعبر بطريقه سلميه جميله جدا، المفترض حتى يعني نمنحه الحريه انه يعبر عن رايه على الاقل، طالما ان هو ما بيعملش حاجه ضد القانون من حقه ان هو يتظاهر. ماذا لو كان هناك بعض الافراد يقومون باعمال خارجه عن القانون؟ يعني كيف يمكن ان نطالب بالبراءه لهؤلاء الافراد؟ انا اقول لحضرتك احنا عايزين نميز شعرة معاوية اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني خط رفيع جدا، المفترض الناس اللي هم البلطجية اللي بيقوموا بأعمال شغب المفترض دول حتى الناس دي تحاكم محاكمات مدنية وتم القبض عليها فورا. احنا دلوقتي واقفين احتجاجا على الاعتقالات ومحاكمة المدنيين عسكريا، انما الناس اللي بتقوم بالتخريب وبالبلطجة وبإثارة الفوضى احنا هنكون مساعدين في ان احنا نضرب عليهم بيد من حديد، انما الشباب المحترم المثقف الواعي اللي قام بثوره جميله العالم كله بيشهد لنا بيها، المفترض الشباب دي نحترمهم ونسيبهم يعبروا بطريقه سلميه زي ما هم بيعبروا، انما الاعتقالات طبعا شيء مرفوض، واحنا عبرنا عن رفضنا للاعتقالات ومحاكمه المدنيين عسكريا في اول يوم دخلنا في مجلس الشعب. يعني هل التقيتم باحد من ممثلي الرئاسه و طلبتم منهم مطالبكم؟ والله احنا لم نلتقي حتى الان باي احد من ممثلي الرئاسه، ولكن احنا دلوقتي برضو واقفين بطريقه سلميه بطريقه حضاريه زي ما انت شايفنا كده واقفين على الرصيف، مفيش حد فينا حتى نزل نهر الطريق عشان يعطل الطريق ولا حاجه، احنا واقفين بطريقه سلميه بطريقه حضاريه نعبر عن رفضنا للاعتقالات السياسيه للمدنيين. شكرا.